حقيقة الأزمة أصبحت في شكل متصاعدي، الوضع في تآكل فعلا في الدولة الليبية بشكل مستمر وشكل متصاعدي قاتل حقيقة. وأنا على يقين في وجود هذين الجسمين لن يكون حل للدولة الليبية بأي حال من الأحوال. تم تجربتهم، تم مهادنة، لن يكون دولة ليبية في وجود هذين الجسمين. يجب نهاية هذين الجسمين حقيقة. هذا أمر يعني معش يحتاج إلى شرح وإلى تفصيل إلى في النقاط، وأنا أخاف حتى الدخول في التفاصيل لأن هذا حيضيعنا في الواقع. يكفي استمرار هذين الجسمين. نحن من 2014 ونحن في حروب حتى هذه اللحظة، ما زلنا في انقلابات وحروب مستمرة حتى هذه اللحظة، ولهذا يبدو أن لا مجال أن يكون أي حل أو أفق لبناء دولة ليبية في وجود هذين الجسمين. حقيقة الحل هو الانتخابات، يجب أن تكون حرية، هذا هو الحل السلمي والحل الطبيعي والحل اللي فعلا يتماشى مع جميع الليبيين وجميع توجهاتهم، الانتخابات ومن ثم قيام الدولة الليبية. أو والحقيقة لن يكون هناك وجود الدستور، هذا أمر طبعا تم مطالبة به عدة مرات.